طلعي فيني شوي. ليش انت كتير جدية؟ معقول؟ شبك؟ ليش هيك انت جدية كتير؟ هي أول ليلة إلنا، حاسس إنه انت واقفة بموقف غريب كتير، ما كنت متوقع هيك شي من اللي صارت مرتي. انت أول مرة بتشوفيني زوجك، لهيك لازم تبتسمي على الأقل لأنه نحن مع بعض. احكي قولي، أنا غلطان بحكي شي؟ أنا آسفة إذا شايفني هيك، أنا ماني مغرورة أبداً. بظن إنه عم تحكم علي كزوجي حسب توقعاتك اللي ببالك، لأنه يمكن أنت هيك بدك. لا تحكم علي قبل ما تعرفني منيح. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ لا قصدي أحكم عليك ولا عم أختبرك بشي بالمرة، بترجاكي أنا مو متعلم وما بعرف هاي الشغلات اللي عم تحكي فيها، ولو تعلمت كنت كملت الماجستير اللي تركته، والنقاش معي صعب، لهيك إذا بتريدي ما بدي أحكي معك بفلسفة ولا بالطب ولا بأي شيء من هدول. بترجاكي أنا ما بفهم أحكي بهيك قصص، لهيك بترجاكي ما تحكي فيهم بهذا البيت أبدا. إذا فيك تقولي شي رومانسي بيكون كتير منيح، لأنه هلأ بدينا. رح أقول شي رومانسي بالوقت المناسب، أنا بيهمني ناقش المثقفين، بس رح أحاول إني أحكي معك يعني بالمواضيع اللي بتحبها، لهيك رح أعمل جهدي إني ساوي اللي بدك إياه بما إنك بترتاح بهالطريقة. إيه لا تحاولي الطبيعة، لأني ما بحب هيك نقاشات، وما بحب البنات اللي بيحكوا فيها، بحب البنت المرحة الغنوجة اللي بتضحك، فهمتي؟ لازم تكوني مرحة كتير، تضحكي ترقصيلي كمان، تكوني حدا بيحب الحياة وبيضحك.